هو التنظيف. لا 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 لا. مرحبا غضبان. أوه، انا اتحرك شوقا لاحتفال اليراعه الذي سيجري الليله. وانت؟ انا اكره احتفالات اليراعه. سيكون احتفال اليراعه هذه السنه مصنفرا، صحيح كسلان؟ اجل، لكن الاعداد له مرهق جدا، احتاج الى الراحه. انا ايضا، واعرف تماما من سنصنفر. من؟ سنفور قابل، انه هو. يوم جميل، صحيح قابل؟ اجل، مسنفر جدا مفكر، بما يمكنني سفرتكما؟ حسنا، بما انك سالت سنطلب منك بعض الخدمات. لأنني كرست نفسي للمساعدة على مستوى عال، وعلى غبي أن يساعدني. هلا. أنا سنفور، أجل سنفور، أقول أجل وآني لا. ما الأمر؟ ما خطبي؟ أنا لا أستطيع قول لا. مرحبا يا قابل. كنت أتساءل، بما أنني منشغل جدا، وإن كنت لا تمانع حين تنتهي من سنفرة الطحين أن تأخذ هذه الحجارة لشاطر. بالطبع قوي، هل من شيء آخر يمكنني فعله من أجلك؟ حسنا. يمكنك أن تعد لي كوبا من العصير. الحجارة التي تحتاجها، أين سأضعها؟ يمكنك مساعدتنا يا قابل إن كنت لا تمانع. أجل، سنفرها على الجدار رجاء. مهلا، إلى أين أنتما ذاهبان؟ إلى الغذاء، هل نجلب لك القليل؟ الجو حار، أظنني سأسنفر قليلا في البحيرة. عندي عمل أقوم به، كن سنفورا مسنفرا وأنهي لي عملي، هل تفعل ذلك؟ أجل، بالطبع شاطر، هيا اذهب واقضي وقتا مسنفرا. حسنا حسنا حسنا، كيف تجري التحضيرات لاحتفال اليراعة؟ أحسنتم عملا أيها السنافر، ستكونون جاهزين الليلة من أجل يا نصيب سنفور النار. مرحبا قابل، هل انتهيت من العمل على إكليل الزهر الذي طلبته؟ تقريبا يا سنفورة، ما إن... أوه قابل، أين الزينة التي وعدت بأن تسنفرها لي؟ حسنا أنا... قابل، هل تساعدني لأسنفر؟ غبي، أحتاج إليه ليساعدني. أجل سأفعل، أجل أجل أجل، سأسنفر لك، أجل سأسنفر لك ذلك بأسرع ما يمكنني. أجل حسنا. حسنا، ما الذي يضايقه؟ أوه، أليست الموسيقى مسنفرة مغرور؟ إنها غاية في الدهشة المسنفرة. موسيقى، وأنا أكره الرقص، ولكن أحياناً. هل ترقص معنا قابل؟ أنا متعب جداً. أحب أن أرى سنافري يستمتعون بوقتهم، يجعل هذا كل العمل يستحق العناء. أي عمل؟ هذا العمل. ما خطب قابل؟ لا فكرة لدي بابا سنفور. يا قابل، لما لا تستمتع بوقتك كالآخرين؟ لا أعرف بابا سنفور، أظنني مسنفرا جدا. لكن السنافر الآخرين ليسوا تعبين، يقضون وقتا مسنفرا. هذا لأن السنافر الآخرين طلبوا مني أن أقوم بكل... أو بابا سنفور، بابا سنفور. يا للسنفرة، إنه أنا، حان وقت اليانصيب والجائزة الكبرى. أنا، لكنهم، لكنك، لكن لقد سئمت منكم. انتباه أيها السنافر، عند بابا سنفور إعلان مهم يقوم به. في هذه الليلة الأولى من مهرجان اليراعة القديم، سوف نجري الآن سحب اليانصيب لنحدد من سيسنفر كسنفور النار. أوه، 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 أ
يسافر السنفور الفائز في الغد إلى المستنقع الكبير ويأتي بشعلة النار الخاصة. وبهذه الشعلة فقط يا سنافري يمكننا إشعال قنديل اليراعة واختتام مهرجان اليراعة. لكن أياً يكن من يتم اختياره يجب أن ينتبه جيداً لئلا تنطفئ الشعلة في المستنقع. فليقترب الجميع ويأخذ حبة فواكه من السلة. من يحصل على الحبة الخضراء يا سنافر سوف يكون سنفور النار لهذه السنة. كسلان! سنفور خائف؟ إنه دورك الآن. أوه، أنا خائف بابا سنفور. سنفر سنفور خائف الحبة الخضراء. تهانية يا سنفوري العزيز. خائف أنت كسنفور النار. في الغد ستشعل هذه الشعلة بواسطة النار الخاصة. حظاً موفقاً. من الطارق؟ ماذا؟ تفضل. أوه حسناً المعذرة قابل، أنا آسف جداً لإزعاجك. ماذا الآن؟ أنا مسنفر ومرهق من كل سنفرتكم التي خائف. ما الأمر؟ يا ويلي أنا آسف قابل، أريد فقط أن أطلب منك خدمة؟ لا. أوه بلى، كيف عرفت؟ لقد حلفني الحظ. كيف أسنفر نفسي في مثل هذه الأمور بأي حال؟ بالتوفيق قبل. المستنقع الكبير، عجبا هذا المكان مبلل. يا للهول يا للهول، هذه هي المرة الأخيرة التي أسنفر فيها شيئا لأي سنفور. الأخيرة الأخيرة الأخيرة. لا أرى شعلة في أي مكان. كان يفترض بي أن شعلة النار. لابد من أنني سنفرت عقلي لأقحم نفسي في وضع كهذا. كان هذا أسهل مما ظننت. شعلة النار لقد انطفأت، والآن ماذا سأفعل؟ اللعنة على من أطفأ شعلتي، سوف يشعر إلى الأبد بألمي. لا أنت لا تفهم، ما حصل كان حادثا. كنت سوف تشعر إلى الأبد بألمي. كل ما علينا الآن فعله هو انتظار الخائف ليأتي بالشعلة. آمل ألا تكون تلك العاصفة التي هبت فوق المستنقع الكبير قد أخفت. من الأفضل أن يسرع، سيهبط الليل قريبا. أين قابل؟ كان يجب أن يكون قد عاد. آمل فعلا ألا يكون قد أصابه سوء. ماذا لو حصل له شيء رهيب؟ أنا من أقحمه في هذا. لو أنني لا أخاف إلى هذا الحد، ليس هناك إلا شيء لفعله. يجب أن أذهب وأبحث عنه. بعد التفكير في الأمر، أجل سأفعل. لا لن أفعل. خائف، استجمع شجاعتك، ها أنا قادم يا قابل. ها قد وجدتك يا خائف. مرحبا بابا سنفور. مسرور لعودتك خائف، سوف نضيء القنديل مباشرة بعد الاستعراض. بالمناسبة هل انتبهت جيدا لئلا تنطفئ الشعلة في المستنقع؟
أجل بابا صنفور. حسناً، ما كان ليحصل لو أن الشعلة انطفأت؟ لكان هذا أيقظ وحش المستنقع. أراك لاحقاً يا خائف. وحش المستنقع؟ آمل ألا يكون قابل أيقظة. حسناً، ها أنا ذاهب. قابل، مرحبا، هل من سنفور هنا؟ قابل، قابل، قابل. اللعنة على من أطفأ شعلتي، سوف يشعر إلى الأبد بألمي. يا للهول. قابل، قابل. النجدة، النجدة. قابل، هل هذا أنت؟ النجدة. قابل، يا ويلي، كم تسرني رؤيتك. شكرا خائف، هيا فلنرحل من هنا قبل. قبل ماذا؟ قبل هذا. فلتحل اللعنة على من أطفأ شعلتي، سوف يشعر إلى الأبد بألمي. قابل، خائف، فلتسافر بحياتك. فلتحل اللعنة على من أطفأ شعلتي، سوف يشعر إلى الأبد بألمي. بابا صنفور، بابا صنفور، السنافر مستعدون لكننا لا نجد شعلة النار. لكنني رأيت خائف منذ قليل وقال إنه ما الذي نسنفره؟ أين خائف؟ ألم يضئ الشعلة؟ الوقت متأخر. أكره الانتظار. هل سنفر أحدكم خائف؟ لا يا بابا صنفور. رأيته ليلة أمس في منزل قابل بابا صنفور. في منزل قابل؟ هل سنفر أحدكم قابل اليوم؟ لا بابا صنفور. حسناً، أظن أنني بدأت أفهم. قابل، سنفور قابل، يا سنفور قابل. النجدة، النجدة، بابا سنفور، النجدة. من هذا؟ ولكن من هذا؟ يا السنفرة، يقودانه مباشرة إلى القرية. يقودان من بابا سنفور؟ وحش المستنقع، لقد أيقظناه. وحش المستنقع؟ بسرعة، أيها السنافر، أخلوا جميعاً القرية. انتظروني بالقرب من نهر السنافر. حاضر بابا صنفور. النجدة، بابا صنفور. فلتحل اللعنة على من أطفأ شعلتي، سوف يشعر إلى الأبد بألمي. بابا صنفور، وحش المستنقع قادم. خائف، ظننتك قلت إنك لم تطفئ الشعلة في المستنقع. أنا من أطفأها بابا صنفور، لكن هذا كان حادثاً. ربما كان علي أن أنبهكما أكثر، والآن على أحدكما العودة لإضاءة تلك الشعلة. أتعني العودة إلى المستنقع؟ فلتحل اللعنة على من أطفأ شعلتي، سوف يشعر إلى الأبد بألمي. أنا سأذهب يا بابا صنفور، أنا من سنفرت تلك الشعلة. وأنا أيضا سأذهب بابا صنفور، كان من المفترض أن تكون مهمتي. ألست خائفا جدا خائف؟ وأنت قابل؟ من الخائف؟ إليكما هذه اللفافة، اقرأها في وقت الحاجة، سوف تحميكما. اذهبا مسنفرين. حاضر بابا صنفور. تذكرا، لا بأس إن خفتما، الجميع يخاف في بعض الأحيان. أجل بابا صنفور. لا تخافا، لا تخافا، الجميع يخاف في بعض الأحيان.
الكل يخاف، الجميع من دون استثناء، حتى أنا. أجل، حتى أنا في بعض الأحيان نخاف كلنا من أشياء مختلفة، من الرعد والبرق والأفاعي، من الأشباح والظلمة والنحل، من صوت الرياح عبر الأشجار. لا تخافا، لا تخافا أن تخافا، الكل يخاف في بعض الأحيان، الراكون والسنجاب وحتى أنا، حتى أنا أخاف في بعض الأحيان. إنه وحش عملاق آكل سنافري بأسنان بهذا الطول. مفكر، طلبت منك إخلاء القرية، لا سنفرة الشغب. حسناً، أنا لكنني ماذا عن الوحش بابا سنفور؟ وحش المستنقع في طريقه إلى منزله. ولكن كلنا أين قابل وخائف بابا سنفور؟ إنهما يدلانه على الطريق. يدلانه على الطريق؟ من أطفى شعلتي سوف يشعر إلى الأبد بألمي. لقد نجحنا خائف، كل ما علينا الآن فعله هو إضاءة الشعلة. دعني أولا ألتقط أنفاسي. أسرع، لم يعد الوحش بعيدا عنا. خائف بسرعة، اللفافة. صحيح، اللفافة، اللفافة، يا روح ليالي الصيف القديمة، ساعديني على سنفرة هذه اللحظة الرهيبة، أعطينا القوة إذ نحتاج إليها نحن الاثنان لنخرج من محنتنا ونصبح بأمان. سيدي الوحش، أنا من أطفأ الشعلة، كان مجرد حادث وأنا آسف. فلتضعها أنت قابل. مستحيل، أنت هو سنفور النار، افعل هذا أنت. أنا؟ أنت هو السنفور الوحيد هنا. لا 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 لا، لكن خائف، افعل هذا. أنت محق، هذه من مسؤوليتي أنا. لقد نجحت، لقد نجحت، لقد سنفرت الشعلة في المستنقع. لأنني طلبت منك القيام بعملي. لا بأس خائف، أتعرف شيئاً؟ كنت شجاعاً فعلاً، لكنك ساعدتني. هذا ما أفعله دوماً. القمر آل جداً، من الأفضل أن نسنفر. أين هما بابا سنفور؟ لربما أمسك بهما وحش المستنقع وسنفرهما إلى الطعام. اسكت مفكر، سيصلان قريبا، آمل أن يصلا إلى هنا قبل أن يرتفع القمر أكثر. مرحبا بابا سنفور. مرحبا، مرحبا. لقد وصلا وهما يحملان الشعلة المضاءة. لك أنهما سيعودان. لقد قلت لك، كما أقول دوما، يجب ألا نكون سنافر مشككين. و أتريد أن تحل مكاني؟ مستحيل، فلتحل مشاكلك بنفسك. عجبا أيتها الذبابة، إنها القمامة الأكثر سنفرة من أجل مجموعتي. حبة الفاكهة هذه تبدو عفنة للغاية، التقطيها يا ذبابة. حسناً يا سنافر الصغار، حان الوقت ليسنفر كل سنفور هذه الفوضى. أي فوضى؟ أو مرحباً قابل، هل تمانع أن تنقل لي هذه القمامة إلى
مرحبا قابل، ما رأيك لو تسنفر لي هذه الصخور إلى ماذا قلت؟ أنا لن أفعل شيئاً بعد الآن لأي سنفور. آسف أيها السنفور. أنا لست خائفاً، أنا لا أخشى أحداً. صباح الخير قابل. حسناً، كنت أتساءل إن كنت ترغب في لا. أن قابل هلا. لا قابل هلا. لا أو قابل. لا لا. يوهو، مرحبا قابل. حسنا اسمع، كنت أتساءل إن كنت مهما كان ما ستطلبين الجواب هو لا 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 لا. حسنا أنا آسفة، أردت فقط أن أدعوك إلى الغداء. حسناً، إلى الغداء؟ أظنني سأقبل دعوتك لي. هاي سنفورة، انتظريني. عجباً عجباً، عندي الكثير لأفعله. يقال إن عمل الأم لا ينتهي. هذا صحيح بالفعل. أجل أعرف. عجباً علي أن أسرع. يجب أن تكون كل أوراق الغابة حمراء قبل عيد هالوين، وبالكاد عندي وقت. الوقت، كيف يركض الوقت؟ لقد قضيت الكثير من الوقت على فصل الصيف. أجل أعرف. ألا ترى أنني أستعجل؟ حسناً، أنا راحلة. أجل هكذا، صحيح. والآن ضعها على 90 درجة في الوسط، هكذا صحيح. طم طم دم 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 طم طم دم دم. يا لها من كعكة عيد رائعة. يم يم يم. إنها لذيذة. لا أصدق أن عيد ميلادي مازح يصادف ليلة عيد هالوين. أوه واو، ما هذا؟ إنها مفاجأة. أوه عجبا، أتساءل ما إذا كان يجب أن أعرف أنه سيخدعني. أوه مازح، من الرائع أن يصادف عيد ميلادك ليلة عيد هالوين. ليس هناك سنافر كثر محظوظون مثلي بابا سنفور. أنا متأكد من أن لا أحد في الغابة كلها، لا بل في العالم كله، يحتفل بعيد ميلاده في عيد هالوين. في الواقع مازح، هناك على الأقل شخص واحد. أعياد الميلاد، باه، من يحتاج إليها؟ الاحتفال بليلة هالوين أمر سخيف، لما ولدتني أمي في ذلك اليوم؟ لن أقيم أي احتفال هنا ولن أفعل أبداً. هالوين، باه، أعياد الميلاد، باه، بمجرد التفكير في أن السنافر سيحتفلون. ذبابة غبية، احتفال السنافر وتقديم شكرهم على موسم حصاد جيد يشعرني بالاشمئزاز. سأحصدهم جميعاً، سأحصد تلك المخلوقات وأقضي عليها. توقفوا عن الاحتفال هناك، هل سمعتم؟ توقفوا. حسناً، ربما ترسل أمي بعض الزبيب كما فعلت السنة الماضية. واحدة لأكول، وواحدة لمغرور، وواحدة لقوي، وواحدة لسنفورة، وواحدة ل... وواحدة أيضاً لي. كم أحب عيد هالوين. ألا تحبه يا هارولد؟ أنا متحمسة كثيراً لإخافة الأولاد الصغار. ربما سيبكون. إنهم يخافون حقاً. يتطلب الأمر سنوات لينسى هؤلاء الصغار خوفهم. والبعض منهم لا ينساه أبداً. أجل يا صغيري، قريباً جداً، قريباً سنحلق تحت ضوء القمر وننقض على القرى النائية. ليوزع الثوم ويتلو صلواتهم، ليفعلوا كل ما يشاؤونه، لكنهم لن يهربوا من جعلوك المشعوذة. سنفور كسلان، خذ عربة مازح إلى الغابة وابحث عن القليل من الأوراق الحمراء للزينة.
حاضر بابا سنفور. أسرع، سيحين موعد الاحتفال بعيد ميلاد مازح. حاضر بابا سنفور. كما سبق وقلت بابا سنفور، انعدام حس كسلان بالمسؤولية هو سيء جدا. كنت أخبر سنفور اليوم الفائت بأن بابا سنفور. إلى اللقاء، رحلة موفقة. كم أكره رؤيتها ترحل، لكنها طبعاً ستعود. والآن أين كنت؟ صحيح، أوراق الشجر. كم هي جميلة. هكذا. أيتها الأشجار، تبدين جميلة جداً تماماً كما أنت، لكن الوقت يمر بسرعة. نامي يا صغيرتي، نامي حتى السنة القادمة. أوه، يا لما سمير قدمي البائسة. من الطارق؟ لابد أنه غبي يريد سكاكير العيد. سأفاجئه وسأضربه وأوبقه بشدة بعصاي. عجباً، ماذا لدينا؟ وأخيراً تذكر أحد عيد ميلادي. لنرى الآن من أرسلها إلي. أهي أمي أم عرابي؟ ربما أتساءل إن عيد ميلاد سعيداً شرشبيل. عيد ميلاد سعيداً. لقد أذللتني، صحيح؟ سأريك جمال هذا العيد، سأهديك هدية رائعة. لا 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 لا. عجباً، لا أرى أي ورقة حمراء في أي مكان. كل هذا البحث يتعبني حقاً. سوف أرتاح قليلاً. عندما أستيقظ سأتابع البحث. يا عديم الفائدة، كيف تركته يهرب؟ لن تفلت من العقاب. انتهيت الآن، سأنتقم من السنافر. إنهم يسخرون من عيد ميلادي، سوف أريهم. لن ينسوا عيد هالوين، لن ينسوه. والآن نامي جيداً. كم أحب هذا المكان. مهلاً، ماذا يحصل هنا؟ أصبح لوني أحمر. يا للمسكين. ماذا حصل؟ حسناً، كما ترى كنت ولكن من رأى سنفوراً أحمر؟ يا له من مسكين. انظروا إلي. أنا حقاً آسفة فعلاً. افعلي شيئاً، ألا يمكنك ذلك؟ في الواقع أنا لوددت ذلك، لكن كما ترى لن ينتظرني فصل الخريف. عينيني إلى اللون الأزرق. لا يمكنني أن أعيدك بهذه العصا الحمراء اللون. عجباً، حتى إنني لا أملك عصا زرقاء اللون. أي ألوان لديك؟ هناك الأحمر طبعاً، والأبيض، والأصفر، والأخضر. ما رأيك في اللون الأخضر؟ أزرق. كم أنت مسكين. لابد من أن تفعلي شيئاً ما حالاً. لكن لا يمكنني فعل شيء الآن، عندي عمل أقوم به. لن ينتظرني فصل الصيف، لأن هذا ما يريده بابا الوقت. لا يمكنك تغيير لوني؟ إن العصا العجيبة الحمراء تبقى عصا عجيبة حمراء. ربما حين أنهي عملي، ربما في فصل الشتاء، وربما في فصل الربيع كحد أقصى. الآن عد إلى منزلك وانتظرني، لن أتأخر كثيراً، لكن كما تعرف عندي أولويات. هذا حقاً رهيب، انظروا إلي، لا يمكنني العودة إلى المنزل، سيسخر الكل مني. نتمنى لك عيد ميلاد سعيداً، وعيد هالوين رائعاً أيضاً. افتح هداياك. سأفعل. لكن افتحوا أنتم أولاً هداياكم. لقد وضعتها بشكل عشوائي. لنبدأ بالتاء.
أصدق أن مجموعة من السنافر العاقلين قد تكون غبية كفاية لي. الغيم. هو عجبا يا مازح، لطف منك أن تحضر لي هدية يوم عيد ميلادك. أجل، هذا لطف منك. الدال الهاء الواو الألف. يا له من يوم رائع، هذه هدية الثانية. الشين القاف. سأشاركك هدية طفل سنفور. الكاف الميم. هذا أنا. الميم الكاف الكاف. أين كسلان؟ هل رآه أحدكم؟ أرسلته لجمع أوراق الخريف منذ عدة ساعات، ليس من عادته أن يفوت احتفالا. ويني ويني ليتألم السنافر التعساء، ويني ويني لتمطر السماء. مطر. أو من يا أبهل الأمر، قد تغسل الأمطار هذا اللون، لكنني متأكد من أنني لن أعود إلى المنزل هكذا. لن أعود أبدا إلى المنزل بهذا المنظر. عجبا، لا يفترض أن تمطر عشية هالوين. لم أرى في أي من جداولي أن الأمطار ستعطل. هناك خطب ما. هناك خطب ما حتما. أنا أكره المطر. لا تمطر أبداً عشية هالوين، لا تمطر أبداً في عيد ميلاد أي سنفور. أوه بابا سنفور، تظن أن كسلان بأمان في العاصفة؟ هل هو تظن أنني بالغت في الأمر؟ أسرع أيها الطائر الغبي، ألا ترى أننا نكاد نسقط؟ عرفت أنه كان علي أحضر مكنستي. حسناً، أظن أنني بالغت في الأمر يا لول. لا تضحك، فالأمر سيء جداً. أنا محرج حقاً. قيلولة صغيرة ستشاعرني. جعلوك؟ ماذا يحصل في الأعلى؟ من هناك؟ هذه أنا. من؟ جعلوك. شرشبيل، ماذا تفعلين على الشجر أيتها العجوز؟ عجوز؟ إنه لطقس جميل. هذا مثال على قدرتي كمشعوذ، أليس كذلك؟ أوه، أنت من قام بذلك. بسببك أنت سيفوتني عيد هالوين. أفسدت لي عشية هالوين كلها. لماذا؟ لماذا؟ فقط لإغاظة هؤلاء السنافر الأغبياء. ألا تدرك أنني قضيت السنة بكاملها وأنا أستعد لهذه الليلة؟ ألا تدرك أنه في حال لم أقم بجولتي المعتادة قد يخيب أمل هؤلاء الأطفال الصغار، وأنهم يحبون الشعور بالخوف؟ كما أخبرتك، أصبح لون ذلك المخلوق المسكين الصغير أحمر، ولا أعرف ما العمل. إنه محرج للغاية، أظنه سيفوت عليه حفلة عيد ميلاد مازح. تدركين أنه لا يمكننا إعادة الزمن إلى الوراء، ويستحيل التفكير في الأمر. هذا خطأي أنا، كان يفترض بي أن أنظر أولاً من حولي. لابد من وجود شيء يمكننا فعله، أليس كذلك؟ لا شيء. ولكن يا بابا الوقت، يمكنك المحاولة على الأقل. العودة بالزمن إلى الوراء، إنها لمسألة خطيرة جداً، خطيرة بشكل كبير، ولا يمكنني فعل ذلك. ربما يمكنك العودة في الزمن وأحضر عصايا العجيبة الأخرى. أيتها الأم الطبيعة، عندي أشياء أهم من جلب العصا خاصتك. هناك جرة من مربى توت السنافر في خزانة المطبخ. أوه حقاً. اقبض عليه يا لول، اقبض عليه.
قبضت عليك. عجبا عجبا، ماذا لدينا؟ سنفور أحمر؟ سنفور أحمر، ماذا لديك لتقول لي؟ أتساءل كيف حدث هذا. هل ستتغير حالته نظرا إلى تركيبته الكيميائية؟ بأي حال إنه لي. وهل تظنين أن سنفورا أحمر يساوي 6 سنافر؟ أنا رأيته أولا. لا لا، إنه لي. لي أنا. لي. قوي، خذ فرقة وابحث عنه في منزل شرشبيل. حاضر بابا سنفور. سنفورة، جهزي فرقة وتعالوا معي، سنبحث عنه في الغابة. حاضر بابا سنفور. أما أنتم؟ نعم بابا سنفور. فضعوا جانبا هذه المظلات. حاضر بابا سنفور. جعلوك العزيزة، لما لا نحل الأمر كشخصين منطقيين؟ إذا لم تعطيني إياه سأحولك إلى ضفدع. سنتشاركه. ماذا تعني بقولك؟ سنستفيد منه معا. حسناً، لنقطعه إلى قسمين. جيد، هذا مناسب. أين سنقوم بالأمر؟ في منزلك أم في منزلي؟ حالة طائرك لا تسمح له بالطيران، ومنزلك بعيد، كما أن مسامير قدمي تؤلمني. أنا لا أثق بك، أعطني أنا من وجده. لكنه معي. سأحولك إلى ضفدع. أعصاك ليست معك. كسلان. 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 ليس في الداخل. أيتها الأم الطبيعة، تصنعين مربى لذيذا. وأخيرا أنهيت عملي. كم أن المنظر جميل. علي أن أسرع الآن لأخبر بابا سنفور عن كسلان المسكين. كم أتمنى لو أعاد بابا الوقت التفكير في الموضوع. هيا أسرع، لا أطيق الانتظار. قوي، ماذا سنفعل؟ أنا لا أعرف. أكره أنك لا تعرف. جعلوك عجوز عشية هالوين مخيفة؟ وسنفور كسلان أحمر اللون؟ هذا مذهل. أسرعوا يا سنافري، الوقت يداهمنا. كسلان في خطر كبير. لا أصدق. أتصدقين أنه غطى في النوم؟ ماذا يحصل؟ سيقطعاني كسلان إلى قسمين. ولن يفعل ذلك. هذه فكرة سخيفة. وما السخيف فيها؟ حسناً، كنت أفكر، وجود سنفور أحمر أمر نادر، سأجد إمكانيات لاستخدامه. مجفف مثلاً، قد يكون فلفلاً أحمر حاراً، وكيف نعرف إن كان سنفوراً حقيقياً؟ لم أرى في حياتي سنفوراً أحمر. أوه، قم بعملك. أوه بابا سنفور، علينا القيام بشيء. ما قوي، أحضر البطانيات. صدقيني جعلوك، هذا خطأ. نستطيع طلب فدية لقاءه، إنها مسألة وقت قبل حضور السنافر الآخرين. أنهي عملك؟ شرشبيل، أعطني هذا المنشار. استمع إلي جيدا، هذا السنفور مهما كان لونه يساوي أكثر إن كان كاملا وإن لم نقسمه. أرفض تنفيذ فكرتك. انظري سنفور. أوه، واحد آخر. الآن تعال يا. ما هذا؟ إنهم يهربون. بسرعة بسرعة.
أيها الغبي، كل ذلك بسببك. توقفي أيتها العجوز الوقحة. أردت أن تفسد عيد هالوين علي. اسمع كسلان، لا تشعر بالسوء إن كنت أحمر أو بنفسجياً، من يبالي، المهم أنك سنفور، وكما قلت لبابا سنفور. فكر، اسكت، لم تقصد الأم طبيعة الإساءة إليك، لكنها أفسدت العيد علي. انظر إلى الأمر من الناحية الإيجابية، لا تحتاج الآن إلى التنكر. فكر، ربما للون الأحمر إيجابيات لم تفكر فيها حتى، مثل فكر. لكن عليك مساعدته. أيتها الأم، لا يمكنني فعل شيء. لكنه مجرد سنفور صغير، يمكنك طبعا مساعدته. رجاء يا بابا الوقت، أنت تجعل أبسط الأشياء تبدو وكأنها هل أنت واثق من أنك تناولت ما يكفي من المربى؟ هناك المزيد منه. المزيد منه؟ أجل، المزيد منه. أنت حقا مقنعة للغاية. هذه المرة فقط سأصلح الأمر. أوه يا بابا الوقت، أنت رائع جدا. العصا الحمراء، العصا البيضاء، الخضراء والصفراء، لا تغير الزمان، بل سنفور واحد لونه أحمر. انظر إلى الأمر من هذه الناحية، قد يفيدك تنكر كهذا، أعني بابا سنفور. ماذا يحصل هنا؟ كان جالسا هنا وفجأة. أنا أكره فجأة. لقد عدت إلى طبيعتي، أنا أزرق. شكرا أيتها الأم الطبيعة، أينما كنت، وعيد هالوين سعيدا. إنه الوقت المناسب للاحتفال. بل إنه الوقت المناسب للنوم لو طلبت رأيي. عيد هالوين، نتمنى لك عيد ميلاد سعيدا، وعيد هالوين رائعا أيضا. ظهره إلى الجدار يحدق بالهر الأحمر الكبير. وقفز الفأر فوق الجدار وجرى بأسرع ما يمكنه. أسرع أيها الفأر الصغير، أسرع. ثم أظهر الهر مخالبه وقفز فوق الجدار. أنا أكره الهرارة. أوافقك الرأي يا غضبان، ذاك اليوم كدت أصبح غداء لهالهول، أتصدق ذلك؟ هل كل الهرارة شريرة ومؤذية مثل هالهول؟ هالهول هو هر وليس شريرا أو مؤذيا، الهر هو هر. نعسان محق يا سنافر الصغار، الهر هو هر. الهر هو هر. أمسك به أيها الهر الغبي، أمسك به، لقد أخذ جبنتي. أنت هر سيء يا هالهول، أنا أكرهك، لا تمسك بفأر ولا بعصفور ولا بسنفور، لست نافعا لشيء، تأكل طعامي وتنام في سريري، لقد سئمت هذا، أخرج من هنا، أخرج. لكن شرشبيل يسيء معاملة هره بابا سنفور. أنا متعجب لما لا يرحل ذلك الهر. صدقوا أو لا يا سنافر الصغار، هما يحتاجان إلى بعضهما، هذا جزء من العلاقة بين صاحب الحيوان والحيوان. عجبا بابا سنفور، هل أستطيع أن أكون صاحب حيوان أليف؟ سنرى في هذا الشأن في الصباح غبي، حان الآن وقت النوم سنافري، نوما هنيئا. عند مساء بابا سنفور. في الصباح الباكر سوف أطلب من بابا سنفور أن يكون لي بقرة كحيوان أليف. إن سمح لك بابا سنفور ببقرة فسيسمح لي بتربية طاووس. سأطلب من بابا سنفور دبا كحيوان أليف. سوف أفاجئ الجميع بحيواني. أكره حيوانك الأليف. تعال يا هري، تعال تعال، حان وقت عشائك، تعال. إذن مت جوعا أيها الهر الأحمق. وكلنا نريد حيوانات أليفة. غبي يريد بقرة وأنا أريد حصانا بابا سنفور. أنا أريد طاووسا. أنا أريد دبا. وأنا زرافة. أرجوك بابا سنفور، هل أنت موافق؟
أنا آسف، لكن هذه الحيوانات لا تناسب السنافر الصغار. لكنني لا أمانع أن تحضروا حيوانات مناسبة للسنافر. حسناً، اسمعوا، ما دمنا سنحصل على حيوانات، لماذا لا نقيم عرضاً؟ وجوائز. جوائز للجميع، جوائز للأكبر والأصغر والأكثر مرحاً والألطف والأذكى والأكثر دراوة. لكن بالطبع من الواضح أننا لا نستطيع إقامة العرض حتى نحصل جميعاً على حيوانات. لهذا أنا مفكر أعلن أن حملة البحث عن الحيوانات الأليفة بدأت رسمياً. مشكلتك يا هلهول أنك هر عادي عديم الفائدة. عديم الفائدة، عادي للغاية، لكن لن تبقى كذلك. عندما تأكل هذه الفطيرة الرائعة يا هري لن تبقى عادياً. لا، ستكون أشهر من يمسك بالسنافر. أوسع عقلي بعضاً وأحمص بعضاً وأشوي بعضاً. هذه غداؤك يا هري، كلها كلها. وإن تذكرت أن تتكلمي بهدوء فستأتي مخلوقات الغابة إليك. جربي سنفورة وتذكري ما علمتك إياه. هكذا يا نعسان؟ هذا ممتاز سنفورة. أتمنى لو أسنفر فراشة مثلك نعسان. ستفعلين إن كنت صبورة جدا. أوه، سأكون صبورة جدا. كل الفطيرة قبل أن أحولك إلى فطيرة. أوه بقرة، سحقا لي، أكثرت من الحليب. مرحبا سنفورة، ماذا تفعلين؟ أحاول الإمساك بفراشة لعرض الحيوانات الأليفة. وأن أنا أيضا. تابع المحاولة غبي، ستجد شيئا إن كنت صبورا. أتمنى أن تأتي فراشتي سريعا، أنا صبورة منذ 3 ساعات. قلت كل 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 كل. إن لم تأكل هذه الفطيرة سوف... أكثرت البيض في الفطيرة. يا للسنفرة. دعسوقة بعيداً لا تذهبي، سنقيم حفلة حيوانات أليفة على شرفك. انتظر حلول الظلام. سنفاجئهم. أنا أكره العناكب. يا له من حيوان مسنفر. أتمنى أن تأتي فراشتي قريباً، لقد تعبت. أيها الطفل سنفور، أظن أن علينا أن نستسلم. أنت لطيفة جدا، أنا أحبك، هل تحبينني؟ سأدعوك فازي. ترغبين في أن تكوني حيواني المدلل؟ لا مجال للمناقشة. كل هذه الفطيرة. وأخيراً الزهري اللماع، لن يقاوم جمالك يا حيواني أبداً أبداً. تعال أيها الحجر، نكاد نصل إلى المنزل. نعم صحيح أيها الطفل سنفور. و أيها الطفل سنفور، لم أرى شيئاً كهذا من قبل. يبدو أنكما انسجمتما، أظنك وجدت حيوانك الأليف أيها الطفل سنفور. لا 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 لا. ما الذي ننتظره؟ أنا أكره الانتظار. نستطيع بدء العرض حالما يصل غبي. عندما يحل الظلام سوف نضيء هذا المكان بنورك. ها قد وصل غبي. مرحبا جميعا، آسف على التأخير، لكن كان بحثي عن حيواني طويلا. إنه جميل. إنه جميل فعلا، ليس علي إطعامه أو تنظيفه أو حتى... لا نقصد الحجر غبي، بل ذاك... ذاك الزهري اللماع. ما ألطفه. هذا مدهش. غضبان، أنا ذاهب إلى المكتبة، راقب ذاك الزهري اللماع. أكره الزهري اللماع.
ستبدأ الآن مباراة المواهب. غبي، هل رأيت فازي؟ بحثت عنها في كل مكان. آسف سنفورة، لم أرها. إن لم أجدها سريعاً فلن أشارك بمباراة المواهب. لمعان، لمعة، يلمع، لماع. واضح أنه لماع فعلاً. منسجم والجندب هوريس. مغرور، هل رأيت فازي؟ لا يا سنفورة، لم أرها، لكني سأخبرك إن رأيتها. الزهري اللماع، الصفحة رقم 250. علي الاعتراف يا مزارع بأن حيوان الطفل سنفور يفوق وهجا حيواني. نعم، الزهري اللماع سيحظى بكل الجوائز. لقد انقرض الزهري اللماع هذا منذ أكثر من 1000 سنة. ذاك ليس الزهري اللماع، إنه من صنع شرشبيل. بابا سنفور، أنا لا أجد فازي في أي مكان. ليس الآن سنفورة، هناك خطر في القرية. توهج توهج أيها الزهري اللماع، توهج توهج أيها الزهري اللماع. هيا هيا. بإجماع الأصوات، من دواعي سروري أن أقدم إليكم الطفل سنفور وجائزته الكبرى. يا للهول، هذا كله بسببي. هذا مدهش. ماذا يحصل هنا؟ لا أعرف نعسان، هذا يفوق التوقعات. أوه فازي، أين أنت؟ لو تعرفين كم أحبك. لو أنك فازي، ها أنت. فازي، ماذا حصل؟ فازي. عجبا مازح، أنا لا أفهم شيئا. أولا كان الزهري اللماع زهريا لماعا، ثم تحول إلى وحش كبير، ثم عاد صغيرا، والآن يقول بابا سنفور إن الزهري اللماع هو في الحقيقة هلهول، وهلهول هو هدر كبير. أكرر لك يا مازح، لقد ضعت، حقا ضعت. هلهول، هذا أنت يا حيواني؟ نعم، والآن ماذا عندنا؟ هلهول، هذا أنت؟ يا لك من مخلوق عديم الفائدة. حسناً، كيف ستدافع عن نفسك؟ بابا سنفور، انظر ماذا وجدت. وهناك شجرة كبيرة ملأ بها بالقرب من... حسناً، أنا لم أكن أعرف. على السناجب أن تسنفر للشتاء أيضاً يا غبي. التفاح، سنفرها إلى هنا يا قوي. حاضر بابا سنفور، جميعاً فلنسلك هذا الاتجاه. أكره هذا الاتجاه. حسناً يا شاطر، هذا سيسنفر الأمر. امتلأت كلها بابا سنفور. جيد، أصبح لدينا من المأكولات ما يكفينا طوال الشتاء. لا يا سنفورة، أصبحت عجوزاً على ذلك. هاي، من رماني بهذا؟ عجباً، إنه حقاً رجل ثلج مسنفر. أقول أجل، غير أنني أشعر بالجوع كلما نظرت إليه. ما هذا؟ صوت الإنذار. حريق حريق. أسرعوا. لا، المخزن.
أسرعوا، سنفروا سطول الماء، اصطفوا من البحيرة، تحركوا. يا للسنفرة، إنها متجمدة. أي حقا يا قوي، طلب منا بابا سنفور أن نسرع وهذا ليس الوقت المناسب للسنفرة. هيا خذ هذا. حسنا. أعطني هذا. أخذته. خذ. سنفروا. أسرع أسرع. المياه متجمدة، كلها متجمدة. هذا رهيب، هذا رهيب حقا. إنه رهيب فعلا بابا سنفور، كما أقول دائما لا دخان من دون نار. النجدة، النار تفرقع الكستناء. سنفروا واحتموا. انتبهوا، سنعيش حياتكم. كم أحب الكستناء المشوية. لا شيء، لم يعد لدينا شيء للأكل. لكننا سنستنفر من الجوع. أوه بابا سنفور، ماذا سنفعل؟ اهدأوا الآن يا سنافري، لا تخافوا، سأفكر في شيء ما. آمل ذلك. وطبق من نبات الفشاغ المغطى بالكريمة المخفوقة والكثير الكثير من ثمر السنافر. شكرا لإعطاء الوحي يا أكول، بإمكاني الآن كتابة أهم وأكثر أعمال براعة، قصيدة إلى الجوع. عذرا يا رجل الثلج، لكن هناك واحد فقط منك والمئات منا. يا للسنفرة، سأصبح ضعيفا جدا الآن. أنا جائع جدا لدرجة أنني سأكل كرة ثلج. لا يمكنني ترك سنافري يموتون من الجوع. هناك شيء واحد لفعله. سنافر صغار، بقي شيء واحد لفعله. علينا مغادرة قرية السنافر في الحال. مغادرة قرية السنافر؟ لكن ماذا سنسنفر؟ أنا أكره المغادرة. لا يمكنني. أعرف يا سنفورة، لكن مغادرة القرية أملنا الوحيد. إلى أين سنذهب؟ إلى الجنوب، علينا العثور على الطعام في الجنوب. والآن اجمعوا أغراضكم، لكن علينا السفر من دون أمتعة كثيرة. أحضروا فقط الضروريات. نحن جاهزون للرحيل يا بابا سنفور. حسناً يا غبي. أوه يا لهذا المنظر المسنفر. أيتها القرية. لا يمكنني المتابعة بابا سنفور، لا يمكنني ذلك. علينا ذلك، وإلا تجمدنا من البرد. ابقوا معا وتابعوا المشي. قصر، بسرعة بسرعة، اتبعوني. لا أسمع صوت أحد. يبدو القصر قديما بابا سنفور، ربما هو مهجور. يبدو مهجورا، لندخل إليه بسرعة. هذا المكان قذر ومخيف. لا شيء نخاف منه سوى الخوف نفسه يا غبي، لطالما قلت. لا تقلق يا مفكر، هذا صوت الريح فقط. لنحاول أن نجد بعض الأطعمة. أوافقك الرأي. ولكن لا يبدو هذا صوت ريح. صحيح يا مفكر، لكننا لم نقصع كل هذه المسافة لتخيفنا بعض الأصوات. سنفر إلى الأمام. سأهتم أنا به يا بابا سنفور، سأسنفر به الأرض، سوف... أرأيتم؟ ليس لديه فرصة أمامي. لا يبدو هذا مكاناً مناسباً لندخله بابا سنفور. ما هذا؟ أحدهم خادم. الأشباح؟ عرفت ذلك. لنسنفر من هنا. أجل لنهرب.
أعرف أن لا وجود للأشباح مطلقاً، لكن ربما علي تفقد سنافري الصغار. لو قال بابا سنفور لا وجود للأشباح فلا وجود إذن للأشباح، لأن ياي. ولكن مفكر ملك، ما الأمر؟ أشباح، لقد سمعت صوت أشباح. هل قال لك أحد إنك جميلة عندما تغضبين؟ اسمعوا، أحدهم يحب الموسيقى. لنأمل أنه يحب الطعام. إن كان شبحاً دعوني أهتم به، دعوني أمسك به. ما هذا؟ لقد كنت محقاً، لا وجود للأشباح. أنا لا أشم رائحة الطعام. وأنا لا أرى بابا سنفور في أي مكان. ربما أمسك الشبح به. أنا أكره الأشباح. بابا سنفور، أين أنت يا بابا سنفور؟ مفكر. ياي. مفكر، لما أنت كثير؟ مفكر، أرأيتم؟ لم يكن الشمعدان يطفو حقاً، البيانو القيثاري لم يكن حقاً يعزف وحده، وكذلك لا يوجد شبح داخل الفارس المقطوع الرأس. بالطبع لا، عرفت ذلك طوال الوقت يا بابا سنفور، لطالما قلت عليك التفكير جيداً قبل القفز. والآن لو أمكننا التفكير في طريقة لجعل مضيفنا الغامض يكشف عن نفسه. مازح، هل حزمت كل ضرورياتك؟ أجل أجل بابا سنفور. مرحبا سيد فارس، أحضرت لك هدية. إنها مفاجأة. هل أنت بخير يا سيد؟ ها؟ سألتك إن كنت بخير. لا، أعني بلى، أنا بخير، شكراً على سؤالك. من تكون؟ أنا بابا سنفور، وهؤلاء هم. سنفور؟ ما هو السنفور؟ نعيش في الغابة، وجئنا إلى هنا هرباً من البرد على أمل أن نجد شيئاً نسنفره. يسألون إن كان لديك أي شيء يصلح للأكل. للأكل؟ في الواقع هناك شبح حقيقي يعيش في هذا القصر ويسرق طعامي، لكن عندي شيء يمكنني تشاركه معكم. شبح حقيقي؟ ها هو. ليست قطعة كبيرة، لكن للأسف هذا كل ما أملك، فكل ما كان لدي اختفى بطريقة ما. عشاؤنا، لنلحق به. أيها الجرذ القذر، أعد إلينا الخبز حالا. يا سنافر، كيف سأشكركم؟ وجدتم كل ما سرقه هذا الجرذ اللص. نحن نشكرك على كرمك يا سيد بوباري. ألن تأخذوا ليرات ذهبية أو ماساً؟ لن أتمكن أبداً من تبذير كل هذا. لا شكراً، هذه الأشياء لن تفيدنا بشيء، الطعام هو كل ما نحتاج. إلى اللقاء يا سيد بوباري. سمعت ما قلته يا صديقي الصغير، من الآن وصاعدا سنتشارك الطعام. حسنا يا سنافر الصغار، بفضل السيد بوباري سنحتفل هذه الليلة. اعذرني يا بابا سنفور. أقول، ألست جائعا يا صديقي؟ في الواقع بصراحة يا بابا سنفور تناولت بعض الوجبات ونحن عائدون. يا لها من جمعة رائعة. واحدة لي هوب وأخرى في السلة، واحدة لي هوب وأخرى في السلة، واحدة لي هوب. عجبا غضبان، هذه الشجيرة تحمل ما يكفي من التوت لإطعام القرية بكاملها. ليس انقطف أقول التوت. ما هي
أنا أكره هذا. ما عسى أن يكون هذا؟ خشب. سأفر بحياتك. انظروا جميعا، إنهم حطبون وهم يقطعون أشجار الغابة. علينا إخبار بابا سنفور، هيا بنا. رأينا الحطابين يعملون هناك بابا سنفور. خشب. أنا لا أفهم بابا سنفور، يعرف الكل أن هذه الغابة يحميها الملك جيرارد. هذا رهيب فعلا، علينا إعلام الملك جيرارد حالا. سأذهب أنا بابا سنفور، سيأخذني الطائر. هيا علينا الذهاب إلى قصر الملك حالا. سأرافقك سنفورة. أنا أكره الحطابين. أوه أسرع أيها الطائر أسرع. وداعا وكونوا حذرين. حاضر بابا سنفور. تعالوا يا سنافر الصغار، سنحاول منع هؤلاء الحطابين. بحسب الخريطة سينقل النهر أخشابنا إلى الطاحونة. هذا ممتاز لودويك. لكن ماذا لو اكتشف الملك جيرارد الأمر؟ ربما من الأفضل أن ننتقل إلى غابة أخرى. انسى الأمر يا غبي، الأشجار هنا ضخمة، سأجني ثروة. لكن يقال إن هذه الغابة مسكونة. لا تكن سخيفا، عد إلى العمل. غدا يجب أن تقطع كل هذه الأشجار. في الميلاد. خشب. إذا لم نقم بشيء لمنع هؤلاء الحطابين ستفقد الحيوانات منزلها. صحيح، لا تنسنا نحن أيضا. لا يمكننا انتظار الملك جيرارد، لا وقت أمامنا، علينا وضع خطة ما. لدي خطة بابا سنفور. أحسنت يا شاطر، سنأخذ معداتهم، لن يقطعوا الأشجار من دونها. والآن اسمعوني يا سنافري، أعتقد أنني وجدت طريقة لمنعهم. انظر، ها هو قصر الملك. أنا أكره الطيران. حسناً، الآن كلكم تعرفون الخطة، لنسنفر العمل إذن. أسرع يا غبي، علينا فك ألجمة هذه الأحصنة. هيا بنا يا صديقي. أجل، تحرك أيها الحصان. لا تقف هكذا، أحضروها، عودي إلى هنا. هيا 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 بسرعة. هيا بسرعة يا سنافر، فلنبعد هذه المعدات. هذا الشيء ثقيل جدا بابا سنفور. لا تستسلموا، سنفروا بكل قوتكم. هيا. لو يصل الملك جيرارد سريعا إلى هنا. أنت واثق من أنك تعرف الطريق مفكر؟ طبعا، تقع غرفة عرش الملك جيرارد بالقرب من هنا. إنه سنفور الآلي. أوه لحسن حظنا، عليك أن تأخذنا في الحال إلى الملك جيرالد. رحل؟ ماذا تعني برحل؟ اعتقدت أنه يأخذك معه. أوه فهمت، الملك في إجازة على شاطئ البحر وخشي أن تجعل مياه البحر سنفور الآلي يصدأ. أنا أكره الصدأ. عقل العبقري أتى بفكرة، لنترك له رسالة. عزيزي الملك جيرارد، هناك حطبون يسنفرون في غابتك، عليك سنفرتهم قبل أن يسنفروا السنافر من قرية السنافر. تحيات مسنفرة سنفور مفكر. أليست هذه تحفة تدل على الوضوح؟ إنها مسنفرة جدا مفكر. سأترك الرسالة هنا على عرش الملك، من الأفضل أن نعود إلى القرية. لما لا تأتي معنا يا سنفور ألي؟ تابعوا المحاولة، علينا إبعاد هذه المعدات قبل عودتهم. نحن نحاول، نقلنا الفأس مسافة متر ونصف. بابا سنفور، بابا سنفور، استعاد الحطابون أحصنتهم وها هم قادمون. بسرعة يا سنافر، غطوا المعدات بالأوراق، ربما نستطيع إخفاءها عنهم. بسرعة بسرعة. أقول لك إنني ربطت هذه الأحصنة بنفسي. أسرعوا لنسنفر من هنا. حقا؟ أخبرني إذن كيف أفلتت. يا رئيس يا رئيس، اختفت معداتنا. أنت محق، تركت فأسي هنا تماما. أولا الأحصنة والآن المعدات، ما الذي يجري هنا؟ إنها الأشباح، هذه الغابة مسكونة. هذا هراء، المعدات لا تختفي، لابد من أنها هنا. لابد أن الأوراق غطتها. هذا صحيح، عودوا الآن إلى عملكم، لقد تأخرنا كثيرا. كانت خطتنا فاشلة. والآن ماذا سنفعل بابا سنفور؟ ربما لن نحتاج إلى فعل أي شيء، انظروا. لقد عادوا. لا يمكنني الانتظار لسماع الأخبار الطيبة.
أتعنين أن الملك جيرارد لن يأتي؟ ليست الأخبار التي أملت سماعها، لكننا أحضرنا معنا السنفور الألي لمساعدتنا. أهلا وسهلا بك. أجل، كما تركت للملك رسالة واضحة جدا، أنا واثق من أنه سيأتي ما إن يقرأها. خشب، لكن قد يكون الأوان قد فات. هل عندك خطة بابا سنفور؟ أجل، عندي خطة. أخشى أن علينا إخلاء القرية في أسرع وقت. قلت إخلاء القرية؟ لا خيار آخر أمامنا، علينا أن نكون مستعدين للأسوأ. أنا أكره الأسوأ. بابا سنفور محق، سوف أجهز العربات. وضبوا الأمتعة، سيساعدني مفكر وقوي وسنفور آلي لنبطئ عملهم. تابع عملك لودويغ، ستغيب الشمس قريبا. حاضر يا سيدي، حاضر. أوبس. لا. ما الذي يحصل هنا؟ أخبرتك بأن الغابة مسكونة. لودويغ على حق، لابد من أنها أشباح. لنرحل من هنا. باه، لا تلوموا الأشباح لأنكم أخطأتم. سنعمل ليلا للتعويض عن الوقت الضائع. هل سنبقى هنا طوال الليل؟ صحيح، وسأقتل الرجل التالي الذي يذكر الأشباح. ابتعد عني يا أحمق وعد إلى عملك. حسنا، لقد أبطأناهم قليلا. وماذا الآن بابا سنفور؟ أعتقد أنني وجدت حلاً للتخلص منهم نهائياً. بسرعة يا سنافري، لنعود إلى القرية. حسناً، أعتقد أن هذا كل شيء. أوه شاطر، رحيلنا يحزنني كثيراً. أنا أكره الرحيل. ودعاً أيتها القرية الصغيرة. عندي خطة جديدة لمنعهم، وسنحتاج إلى مساعدة الجميع، وبالأخص أنت يا سنفور آلي. ماذا تريد منا أن نفعل بابا سنفور؟ اجمعوا كل الخيطان التي تجدونها. سنحتاج أيضا إلى أوراق ودهان وإلى فراش طلاء وخشب. أسرعوا. أجل، هيا هيا. أوه لا، شبح. لودويغ أيها الغبي، عد إلى العمل. حاضر يا سيدي. أوه، ما كان هذا؟ كان غصنا صغيرا أيها الأحمق. والآن اقطع الشجرة. قد يكون محقا، ربما لا وجود للأشباح. نحن أرواح الغابة. ارحل أيها الحطام، ارحل، ارحل من غابتنا، ارحل قبل فوات الأوان. اهربوا، اهربوا. ما الذي يحصل هنا؟ أشباح، الغابة تعجب الأشباح. تفهت، سأعاقب كل من يأتي على ذكر الأشباح. والآن كرر ما قلته لودويغ. عودوا إلى هنا يا أغبياء. أنت هو الغبي، وستدفع ثمن تعديك على ممتلكات غيرك. شبح، النجدة، النجدة، ابتعد عني. النجدة، هيا ابتعد عني. سيد لوت، ماذا يعني كل هذا؟ جلالة الملك، لقد حذرتك من دخول غابتي. ولكن اقبضوا على هذا الرجل أيضا، أريد أن يطرد كل هؤلاء الرجال من مملكتي. أو شكرا جلالتك، شكرا. لكن أولا، أنت ورجالك ستزرعون 100 شجرة مقابل كل شجرة قطعتموها. خذوهم من هنا. سنفور آلي، هل أنت هنا؟ يا سنافر، يمكنكم الخروج الآن، لقد رحل الحطابون. جلالة الملك، وصلت في الوقت المناسب. لو وصلت أبكر، لو فهمت جيداً وبسرعة معنى رسالتك يا مفكر. حقاً؟ لكنني اعتقدت أنها واضحة. لنكن شاكرين جميعاً لأن الغابة قد أنقذت. أجل، وهذا بفضلكم أيها السنافر. كما أقول دائماً، لا تخافوا أبداً، ما دام هناك سنافر يحمون هذه الغابات ستبقى هذه الأشجار صامدة. ما عدا هذه.